انت قلت انك بتعمل اكاونتس فيك وتدخل تترول على الناس بمناسبة التنمر تدخل تقلش على الناس من فيك اكاونت. بعمل كده مثلا عشان خلاص بقى الاكاونت بتاعي اكاونت مشهور وبتاع، فساعات بحب اخش مثلا من اكاونت فيك محدش عارف ده ايه والاقي فان مثلا حاطط تعليق مش عاجبني، فممكن اخش له انبوكس واقول له انت ليه بتقول كده، ده الموضوع كذا، ممكن اقعد اتناقش معاه بقى وهو مش عارف ان انا مروان، ممكن اساله عن مروان، فاهم قصدي؟ ايوه فاهمه. فبس بتحسسني باحساس الفومي كده اللي هو انا محدش فاهم انا بعمل ايه دلوقتي، بس عادي. بس مش بتدخل تقلش وتتنمر على الناس؟ بص في وقت عملت كده، في وقت من سنتين ثلاثة فعلا كنت طالع، بس كان عندي طاقة سلبية وقتها فكنت بعمل كده كنت راجع لشخصيتي القديمة قوي بتاعت السن المراهقة، فعملت كده من سنتين فاهمة؟ بعدين دلوقتي مثلا ممكن اعمل كده من باب زي البحث كده اللي هو اصلا لو كلمت واحد فان دلوقتي انا مروان موسى ويكلمني اه انت مروان فهيديني ردود معينة، لو انا مثلا هو ما يعرفش انا مين فبيرد حقيقي فبس بعملها ممكن تبقى متضايق من حد ومش عايز تدسه فتقوم عامل فيك اكاونت وداخل عامل اللي انت عايزه؟ لا بس كان في وقت مثلا كنت عادي ممكن مثلا الفيك اكاونت بتاعي برد على برد على رابرز معينين بقى اللي هو ممكن اقول له حاجه مثلا. ايوه بتعملها اهو. والدك قلت انه بيشجعك جدا على الراب وبيحضر حفلاتك وكل الكلام ده، بس وانت صغير كان بيسمعك اغاني قديمه بالعافيه. بصي انا ووالدي كنا دايما بنروح او لغايه دلوقتي يعني، بس لما بنروح اسماعيليه اللي هي مشوار الجمعه ده فكان وانا صغير بنسمع مزيكا، انا ليه اغنيه وهو ليه اغنيه، فكنت انا بسمعه اغنيه مثلا لإمينيم او 50 سنت حاجه راب، هو يسمعني مثلا حاجه لفيروز او عبد الوهاب او المزيكا اللي هو بيحبها. فهي مش بالعافيه، هي ما حبيتش حاجه منها؟ ما فيش حاجه منها لمستك؟ بصي في حاجات بحبها منها كتير، بس عشان انا مش انا اللي ليا علاقه بالاغنيه وانا اللي جايبها وبتاع، فكتير من الاغاني دي انا ممكن مش عارف اسمها، ويعني يمكن دلوقتي في السن اللي انا فيه 29 ابتديت الحاجات القديمه دي تاثر فيها اكتر عشان بقت مربوطه بذكريات قديمه وبتاع، هي معايا فاهم قصدي، في اغاني معينه لو اشتغلت اللي هو لا بتبسط قوي. زي ايه؟ لا ما انا لسه قايل لك بقى، عبد الحليم بالذات مثلا اكتر واحد بجد مزيكته كده يعني ممكن اقعد اسمعها فاهم قصدي. في حاجات قديمه كنا نسمعها كتير، منير ودياب، عمرو دياب في الفتره اللي هي الفينات. عمرو دياب ومنير بقى قدام يا مروان انا هعيط. وانا هنعمل ايه طيب؟ انا هعيط يا مروان. يعني الحاجات دي كنا بنسمعها. انت بتقول الالفينات قديمه؟ ما الالفينات قديمه طيب اعمل ايه؟ انا برضو زعلان على فكره، انا بحب التسعينات والالفينات قوي، بس يعني للاسف بقينا في زمن تاني. بقينا في زمن تاني ها؟ اه انا اقوم اروح المتحف بقى اللي انا جايه منه.